إذن مشاهدينا أوفياء مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر من هنا مدينة الدار البيضاء، بالضبط مدينة قديمة. شرطة مكافحة العصابات كما كتلاحظوا معايا الدراجين، الكل خارج في حملة أمنية داخل المدينة القديمة. لاحظوا معايا يعني حملة أمنية كبيرة فيها فرقة مكافحة العصابات، كذلك عناصر ديال حملة أمنية داخل الأزقة وديروا بمدينة قديمة. شفتي كلشي عندي نسالي استاذ انا معك. اذا كما قلت فرقة مكافحة العصابات وكذلك عناصر الشرطة الأمنية في حملة أمنية داخل أزقة المدينة القديمة. اذا هذه الحملات يعني كنوهوا بها لأنه كتعطي واحد الأمن والاستقرار داخل أزقة المدينة القديمة. اذا يعني العديد من العناصر الأمنية اللي كتواجد هنا. إن كيف ما كتلاحظوا معنا حملة اللي بدوها العناصر الأمنية من داخل الصور، بالضبط من منطقة بوسمارة ساحة التجارة، وصلوا لدرب قناوة مرورا باب مراكش، الآن كيتواجدوا في منطقة بوطويل. يعني تحية لرجال الأمن ومثل هذه الحملات هذه، فصراحة كتكون كتشكل نوع من الاستقرار. تحية للمديرية العامة للأمن الوطني، تحية كذلك ولاية أمن الدار البيضاء. كيسحب لي شي واحدة صاحبي. Thank you.
إذن الحملة الأمنية الآن جنت قرب مقبرة إسرائيلية أو ما يسمى معارة. هي حملة كبيرة كيقوموا بها رجال الأمن بصحبة الدراجين. انا بغيت نخلي الصوره معبره، بغيت نبقى داوي بزاف باش نخلي الناس خدامين. تحيه لرجال الامن. يعني تحقيق الهويات ديال اي واحد. تحية للامن الوطني على هذا المجهود اللي يقوم به داخل المدير وأسقة المدينة القديمة. إذن كما كتلاحظوا معايا فحملة امنية واسعة النطاق ابتدأوها رجال الأمن من منطقة بوسمارة مدير الداخل، الآن مرورا بالعديد من الأزقة والدروب داخل المدينة، مرورا الآن منطقة بوطويل. تحية للمديرية العامة للأمن الوطني، تحية لهاد الناس هادو اللي صارين على الأمن. إذن الحملة الأمنية يعني رجال الأمن كيستهدفوا كل واحد، يعني أي واحد كيتم التفتيش ديالو تحقيق ديال الهوية ديالو حدود الساعة كنقولوا بأنه حملة أمنية محضة، لكن في انتظار مزيد من التفاصيل والمعطيات. إذن الآن رجال الأمن كيوصلوا للمنطقة ديال درب الطاليان. كذلك كاين وجود عناصر الدراجين اللي سابقين رجال الأمن
اللي كنذكروا بانه فرقه مكافحه العصابات، كذلك رجال الشرطه القضائيه كيتواجدوا ضمن هذه الحمله الامنيه. تلاحظوا هذه حملة أمنية واسعة النطاق على مستوى مدينة قديمة. اللي جابوا خلال عناصر الأمنية كما كتلاحظوا حملة أمنية واسعة. لاحظوا الكم ديال رجال مكافحة العصابات مرفوقين بالدراجين، هاي مرفوقين بالدراجين. حاش السلامة. إذن كيف ما كتلاحظوا يعني العديد من العناصر الأمنية اللي كتجوب يعني مثل هذه الحملات، يعني صراحة من شأنها أنها ما غاديش نقولوا تعود ترد الاستقرار، لأن الحمد لله الاستقرار كاين، غير بشأنها أنها تخلي واحد النوع من الطمأنينة كما كيقول القرآن الكريم: ليزداد ولكن ليزداد قلبي ولكن ليطمئن قلبي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني للاطمئنان. فتحية لرجال الأمن، تحية لولاية أمن الدار البيضاء.
حيت غادي يتابعهم، داكشي علاش الصوره كتحرك حيت انا ما واقفش، داكشي هذا هو الشيء اللي كاين. اي واحد مشكوك فيه الا كيوقفوا عليه العناصر الامنيه من اجل تحقيق الهويه. ربما هذه حمله يعني قبض على بعض المبحوث عليهم من طرف رجال الامن. دابا اللي ناض كيقول دابا هاد الكلمه ديال الصحفي ديال المرقه، نتوما اللي ماشي صحافه ديال المرقه شنو كديروا نتوما؟ انتوما اللي ماشي صحافه ديال المرقه اش كديروا؟ واش دابا كتعطي واحد المعلومه للراي العام؟ هاد راه كيدير دابا شي واحد باس الحامض، شي واحد حامض حنا راه خدامين، حنا خدامين الناس خارجين في حملة أمنية، حنا خرجنا باش نعطو المعلومة للناس. اش خصنا نكونو كنبيعو المخدرات باش منكونو الصحافة ديال المرقة؟ شي الهضره من ورا، الهضره من ورا التليفون فهمتيني، راه كيبان كيكون
مرعود وكيكون كيدوي، فهمتي مرعود كيكون داوي. إذن خليكم معنا مشاهدينا، فيكم كتشوفوا هذه حملة أمنية كما شفتوا، حملة أمنية كبيرة الآن كيتواجدوا بوست ديال باب مراكش اللي كما قلت فرقة مكافحة العصابات، عديد من العناصر الأمنية اللي حاضرة هنا، يعني الدراجين كلهم من أجل من تحية إذن ما يدير العديد من إذا ما بقى لنا إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوف تيفي يحييكم، إلى اللقاء. إذن كانت هذه حملة واسعة في منطقة المدينة القديمة، إذن تحياتي لكم.